بدأت الخناقة بسبب التدخل العنيف اللي حصل ما بين أشرف حكيمي ومصطفى محمد زي ما انتم شايفين قدامكم كده. بعد كده بقى بدأت اللعيبة بتاعت المغرب تتدخل في الموضوع، وأيضا لعيبة المنتخب المصري يتدخلوا في الموضوع، وأعتقد إن الموضوع ملهوش أي 30 لازمة. الغريب بقى في اللقطة اللي انت شايفها قدامك دي هي لقطة الحكم. الحكم ضرب لاعب المغرب ازاي ما تعرفش؟ أنا شخصيا مستغرب جدا إن الحكم هو اللي ضرب لاعب المغرب في وشه وبعدين اللاعب وقع في الأرض. أعتقد إن انتم شفتوا اللقطة بعينكم. نيجي بعد كده بقى للقطات التانية الكتير اللي حصلت ما بين لاعبي منتخب مصر ولاعبي منتخب المغرب. انا عايز اقول لك ان انا شخصيا يعني معترض تماما على الفكره اللي حصلت وعلى المشاده اللي حصلت. المفروض ان ده تدخل عادي حصل، قام مصطفى محمد وشد مع اشرف حكيمي والتاني شد معاه، اعتقد ان خلاص اللعيبه تشيل ده عن ده والموضوع يخلص بكل سهوله. ولكن انا شايف ان الموضوع اتطور وخد اكبر من حجمه بكتير جدا، لان اللعيبه كلها حتى اللي على دكه البدلاء، يعني تخيل كده حتى اللعيبه اللي على دكه البدلاء دخلت المستطيل الاخضر، وكمان لا بيحاولوا انهم يشدوا مع لعيبه المنتخب المصري، وايضا لعيبه المنتخب المصري اللي ملهوش علاقه بالمشكله اصلا اتدخل ايضا. وطبعا الى اللعيبه اللي عقلها كبير شويه بداوا يتدخلوا ويحلوا الموقف او يحلوا الازمه ما بين اللعيبه بتوع المنتخب المغربي ومنتخب مصر. على فكره يا جماعه اللي هيفوز من المنتخبين دول من الاخر كده ايا كان اذا كان مصر او المغرب احنا كده كده هنشجعه، يعني الوطن العربي كله هيشجع المغرب في حاله فوزه او هيشجع مصر في حاله فوزه. فالطبيعي ان فريقين عربيين هم يعتبر الديربي العربي الوحيد حاليا في بطوله امم افريقيا، المفروض نحترم بعض، المفروض نقدر بعض. ده كان الفيديو باختصار، يا ريت لو عجبك الفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس.